والسلام على سيدنا محمد. بادي ببدء انا بجملين قريشي واسس المصارعه في راس الواد. اظن النتائج هذه تاع المصارعه في راس الواد ما جاتش هكذا، جات بمجهودات جباره من طرف مدربين واداره وهيك على ذلك. احنا نتمناو ان شاء الله هذه مدرسه التكوين، يعني التكوين فيما يخص الفئه العمريه اللي في المستقبل ان شاء الله عندنا مخطط مدى البعيد. نحاول اننا نوصل واحد النتائج اللي ربما ما كانتش قبل. فيما يخص الوصل حصيل النتائج الكبرى الذي حققناها هو المشاركه في الالعاب الاولمبيه خطرات ثلاث مرات متتاليه، ثم لم نحصل على المستوى الافريقي. المستوى الافريقي عندنا ابطال افريقيا ما يتحسبوش، عندنا ابطال العرب كيف اخر سنة 2022 هذه عندنا بطل عالمي في الرياضة المدرسية، وخرج من المدرسة تاع راس الواد يعني نادي الامل ديما نقولوا هنايا. ونتمنى من السلطات المحلية انها تعطي اهتمام للرياضة هذه لانها فرضت وجودها. ثانيا الشركاء الاجتماعيين، ثانيا خواص ينتبهوا يمولوا هذا الفريق هذه فريق المصارعة هذه باش تروح بعيد. احنا عندنا مخطط طويل المدى اللي هو ان شاء الله 2024 يكون عندنا نائب بطل ان شاء الله اقل في الرياضة الاولمبية. هو ثانيا النادي راه العدد نتاعو تاع المصارعين حوالي 350 طفل، 350 برام مصارع يبداها من البرام حتى الاكابر، من البرام حتى الاكابر. ورانا حنايا كاينين طاقم راه بذل مجهود، طاقم تقني واداري صار على الامور هذه باش ان شاء الله نوصلوا. الهدف تاعنا هو نائب بطل الرياضه الاولمبيه سنه 2024 وان شاء الله. السلام عليكم، معكم مصارع من مفرد فيصل، مصارع إغريقية رومانية، بطل جزائر سبع مرات على التوالي، بطل بحر أبيض متوسط، ونائب بطل العرب وبطل إفريقيا، والقادم أفضل إن شاء الله. السلام عليكم، معكم شراد إبراهيم، مصارع نادي الأمل، نائب بطل الجزائر عدة مرات، نائب بطل إفريقيا، ونائب بطل بحر أبيض متوسط، والقادم أفضل إن شاء الله. السلام عليكم، معكم مصارع بن عمارة أشرف، مصارعة حرة، بطل الجزائر عدة مرات، بطل إفريقيا، وبطل البحر الأبيض المتوسط. السلام عليكم، معكم مصارع بن نساء عبد الرحمن، مصارعة حرة، بطل الجزائر ست خطرات، بطل إفريقيا، بطل العالم، مازلنا صغار ومازال خير قدام إن شاء الله. السلام عليكم، معكم مصارع أيدي يحيى، مصارعة إغريقية رومانية، وزن 48 كيلوغرام، متحصل على بطل الجزائر ونائب بطل افريقيا، والقادم افضل ان شاء الله. السلام عليكم، معكم مسعد ياسر، مصارع اختصاص اغريقيه رومانيه، متحصل على كاس الجزائر ومرتين بطل الجزائر ونائب بطل افريقيا، والقادم افضل ان شاء الله. السلام عليكم، معكم مصارع حداد يوسف، اختصاص مصارعه اغريقيه رومانيه في وزن 80 كيلوغرام، بطل الجزائر وقادم افضل. السلام عليكم، معكم حندوش يوسف، نادي الامل، وزن 65 كيلو، بطل الجزائر والقادم افضل ان شاء الله. السلام عليكم، معكم مدرب حبيبه مراد، مدرب سلف او وصل اشبال، اختصاص مصارعه اغريقيه رومانيه. ان شاء الله نقولوا احنا القادم افضل، نزلنا على شعارنا هذا، وهذا ماشي شعار نقولوا هكذا كبرك، هذا شعار ان شاء الله القادم افضل. راهي تخدم عليه كاين رجال راهي ساهر عليه، كاين كي نقول قادم افضل ماشي انا مدرب وحدي والله، كاين اعضاء جمعيه، كاين
كاين ناس بزاف اللي راهم يسابوا وان شاء الله قادم ان شاء الله. السلام عليكم، بطل افريقي عربي سابق في المصارعه اطار نادي تشبه الرياضه، محضر بدني مدرب النادي الامن المصارعه، مدرب بفئه الاساغر، مدرب فئه الاساغر ومحضر بدني لفئه الاواسط والاشبال. نرانا في النادي هذا نقوم بالواجب تاعنا لنتمثل في التكوين المصارعين على اعلى مستوى، لاننا اليوم رفعنا شعار تحدي هو القادم افضل ان شاء الله، وراه المدربين ساهرين على باش يكونوا بطل عالمي ولا بطل اولمبي السنوات ان شاء الله القادمه ان شاء الله. اليوم النادي هذا لحق نتائج كبيره، اليوم راه في حاجه يعني في حاجه كما نقولوا الناس تاعو والمشجعين تاعو باش يوقفوا من وراه اليوم، لانه محتاج اعانات، محتاج تحفيزات. علاش كمان؟ محتاج تحفيزات، محتاج اعانات، محتاج ناس يوقفوا من وراه، محتاج رجال يوقفوا من وراه باش يقدر يتقدم للامام ويقدم الافضل ان شاء الله، ويخلي سمعه المصارعه في المدينه يعني السلام عليكم. خباب جمال، رئيس نادي الامل المصارعه، النادي اللي قدر يحقق هذا العام نتائج جد ايجابيه، حيث حقق هذا النادي هذه السنه 6 ميداليات ذهبيه في البطوله الوطنيه، 7 ميداليات في البطوله الوطنيه، نائب بطل العرب، زوج بطل افريقيا، زوج نائب بطل افريقيا، والنتيجه الايجابيه اللي هي تعتبر نتيجه تاريخيه، بطل العالم في الرياضه المدرسيه. النادي اللي قدر بامكانيات جد بسيطه انه يوصل المراتب الاولى، انه يحتل المرتبه الاولى في من ناحيه التصنيف في الاتحاديه الجزائريه النوادي. نادي اللي قدر بامكانيات بسيطه انه يتحدى ويرفع التحدي دائما تحت شعار والناوي القادم افضل. نتمناو بهذا الصدد من السلطات المحليه والولائيه ومديريه الشباب والرياضه انهم يقدموا الدعم الكافي لهذا النادي، وخاصه كما اننا نتقدم بطلب بصفتي كرئيس نادي والمسيرين والرياضيين، نتقدموا طلب رجال اعمال المدينه باش يقدموا الدعم لهذا النادي، لانه لم يعد ماهوش يمارس الجانب الرياضي منه فقط، لانه يضم اكثر من 350 مصارع، اي نقدر نقولوا 350 مصارع بعاد على الشارع بلا ما نقولوا الرياضه. نتمنى انهم يشوفوا هذا النادي وياخذوه بعين الاعتبار ويقدموا له الدعم الكافي ان شاء الله باش نمشيو للامام ان شاء الله ويكبر الطموح ان شاء الله. شكرا.